بعد ما رجعتوا لنا معايا ثلاث نجوم كبار بالنسبه لي شخصيا، وفي المرحله اللي جايه هيكون ليهم شان جوه النادي الاهلي في كره السله. فازوا بمنطقه القاهره، معاهم كتيبه لاعبين كتير جدا، لكن احنا معانا ثلاثه بس اللي هم النجوم، او مش هنقول الثلاثه النجوم، ثلاثه منهم علشان نقدر ما كناش نقدر نستضيف الفرقه كلها. فخلينا نعرفكم بضيوفنا الكبار اللي معانا النهارده. معانا كابتن الفريق كابتن مازن ابو الفتوح. كابتن مازن منورنا. اهلا وسهلا حضرتك، الف مبروك على البطوله. الله يبارك فيك. ومعانا كابتن عمر طارق. مساء الخير يا كابتن عمر. النور. منورنا. نورك والله. البطوله كانت جامده؟ اه. عجباك؟ قوي. هتتكلم عليها كتير؟ اه. توكلنا على الله. ومعانا اخر نجم معانا النهارده كابتن عمر علاء زهران. مساء الخير يا كابتن عمر. مساء النور يا عمر. صح كده؟ اه بالظبط. قول لي اخبار البطوله ايه واجواء البطوله ايه؟ يعني البطوله كانت حلوه الحمد لله، كل الفرق كانت مساويه. يعني مفيش فرقه وحشين يعني. والبطوله دي كانت صعبه علينا عشان كان في كلام علينا السنه دي ان احنا مش هناخد البطوله، والجزيره كانت هتاخدها مننا عشان كنا ناقصين ناس سافرت بره. بس الحمد لله كابتن علي هاشم مررنا كويس وكنا جاهزين قد التحدي وكسبنا البطوله الحمد لله. يعني ايه ما كناش في كلام ان احنا ما نكسبش البطوله؟ انت كابتن الفريق، يعني ايه الكلام اللي ما نكسبش فيه البطوله؟ عشان احنا كان عندنا لعيبه مهمه وسافرت كده. يعني مين كان لعيبه؟ كان معانا يوسف المعداوي ومحمد توبي، كان كابتن الفريق قبلي. اللعيبه مهمه جدا، كانت بتشارك بطريقه قويه وكانت مهمين في الفريق جدا. كانوا يعني مهمين لان كانوا دايما بيشاركوا بطريقه مهمه. ويعني كانوا دايما بيقولوا لنا انتوا مش هتكسبوا السنه دي عشان هم سافروا وكده، وهم كانوا لعيبه منتخب وكاس عالم وكده. فهم اما سافروا كانوا بيقولوا لنا ان احنا مش هنكسب، بس الحمد لله كنا قد المسؤوليه وكسبنا. عمر، اكيد نادي الاهلي ما بيقفش على لعيب، دي حاجه مهمه. تمام. قدرتوا تلموا الفرقه ازاي كلاعبين وناس قديمه في الفرقه وتطلعوا وتكسبوا؟ هو احنا يعني كنا قبل كل ماتش او قبل كل تمرين من وقت للتاني يعني بنعمل اجتماعات مع بعض ونقعد نشجع بعض، واللي هو يعني احنا الاهلي كده كده ما بيقفش على حد. ولازم نعمل اقصى حاجه عندنا عشان نكسب بطوله. وبقى مش هيفرق بقى مين يتصاب مين سافر ومين جه ومين مشي. بس هنكسب يعني خلاص. اسمك على اسم لاعب اسمه كابتن عمر طارق نادي الجزيره، تشابه اسماء. اه تمام. ايه العلاقه؟ ايه وجه الشبه؟ مفيش. هتوصل ليك طموح تبقى زي كابتن عمر طارق؟ هو اكيد يعني هو نجم في منتخب مصر ولاعب سافر امريكا ولعب شويه هناك، انا برضو نفسي ابقى نجم في منتخب مصر ويعني احقق حاجات هو عملها واكتر منه كمان يعني. يا رب اتمنى ده، وان شاء الله تطلع امريكا وتحترف بس هترجع لنا تاني ان شاء الله باذن الله. مازن قول لي الماتشات، في ماتشات مؤثره او في فترات بتبقى صعبه جوه الماتشات، قول لي ايه اصعب ماتشات جوه البطوله دي؟ والله احنا كان قابلنا اول ماتش ما كناش لسه دخلنا في مود الماتشات، فقابلنا اول ماتش كان صعب في الاول، بس الحمد لله قدرنا نخش في مود الماتش بسرعه، ولغايه اول ما بدانا الشوط الثالث فرقنا عنهم فرق كبير الحمد لله، وقدرنا نعمل ديفنس كويس. وفي كان في كذا ماتش برده يعني ده كان اول ماتش واخر ماتش في البطوله اللي هو الماتش الفاينل ده كان مع الجزيره. كان مع الجزيره. قدرنا برده احنا اول شوطين كنا طالعين كسبانين بوينت، وبعد كده في الشوط الثالث هم كفروا علينا 7 بونت، بس قدرنا نرجع تاني والحمد لله فزنا في الماتش وكسبنا البطوله. الكامباك في الباسكت صعب. هو طبعا ما فيش حاجه صعبه يعني احنا طبعا يعني بقى لنا كذا سنه بنكسب وكذا، ويعني احنا كنا متعودين على كده من واحنا صغيرين يعني ما نخسرش بطوله تقريبا، واحنا كنا قد المسؤوليه الحمد لله. الحمد لله. عمرو ابن كابتن علاء زهران مظبوط؟ بالظبط كده. دخلت باسكت عشان بابا لعيب باسكت ولا بمزاجك؟ طب في الاول مش هسألك السؤال ده انت، مالكش دعوه، انا هسأله هو ليه؟ انا في الاول اصلا كنت ما بحبش لعبه الباسكت. وقت ما نزلت تمرينات في نادي الاهلي مدينه نصر، بعد كده بقى دخلت في مود التمرينات ده، عرفت ان في مسؤوليه، فعجبتني فكره الباسكت. لا بجد يعني ايه اللي وداك ملعب الباسكت؟ طبعا في فضل كبير على بابايا طبعا. كابتن علاء زهران اه طبعا. هو اللي حمسني على الفكره دي. بعد كده انا اتمرنت بقى وكان في مستوى، لازم عارف ان لازم ابقى لعيب جامد عشان العب في نادي كبير زي نادي الاهلي كده. بالظبط. انت لعبت باسكت في نادي الاهلي عشان بابا مظبوط؟ اه. شفت بابا وهو بيلعب؟
ولا ما لحقتوش؟ ما لحقتوش بس كان شفت فيديوهات كده. ايه رايك فيه؟ اه طبعا لعيب جامد. لعيب جامد؟ ماشي. كابتن علاء زهران لعيب هو عضو مجلس اداره اتحاد الباسكت دلوقتي وهو احد نجوم النادي الاهلي في التسعينات ما شاء الله عليه. كابتن علاء زهران كان نجم كبير جدا جدا. ونفس الحوار مع كابتن مازن. كابتن مازن بابا كابتن ياسر مفتوح برضه. دخلت بلعب الباسكت برضه عشان كابتن ياسر ولا عشان ايه؟ والله انا طبعا يعني ما دخلتش. هو يعني ساب لنا الاختيار من واحنا صغيرين انا واخويا واختي. وبدانا لقينا نفسنا في ملعب الباسكت غصب عننا. بنخش الملعب بنلعب بنروح مثلا. كنت انا فاكر يعني كنت بحضر يعني لحقته في الاخر خالص. كنت بروح معاه شوف شفت كابتن ياسر وهو بيلعب يعني على مسترجع ذكرياتي وكده. كنت بفكر لو يعني لحقته زمان كان بيلعب مثلا في نادي الشمس كده اللي كان ما لحقتوش في الاهلي. لكن انا بقول لك انا شفت بابا يلعب. كابتن ياسر وفتوح كان نجم كبير في النادي الاهلي يعني. هو طبعا ما شاء الله عليه كبير وليه فضل كبير عليا قوي يعني الحمد لله. هو اللي دخلك ملعب الباسكت. هو اكيد طبعا ليه فضل يعني اكبر فضل اللي هو يدخلني الملعب. ويعني حاجه كويسه كابتن ياسر وفتوح جميل. ده السؤال بقى الاهم. انت ومالك توأم صح؟ لا انا اكبر منه بسنه. بس هو اكبر منه في فريق بس بيلعب معاك في فرقه. طب ايه؟ هو للاسف في اول السنه جاله اصابه وكان لعيب مؤثر جدا طبعا معانا. بس هو يعني ان شاء الله يرجع احسن من الاول. عمر دخلت معه الباسكت زي اللي بسالك نفس السؤال دي حقيقه. انا في الاول كنت بلعب كوره. لعيب كوره؟ اه. بتعرف تلعب كوره؟ قوي. تشجع مين بره؟ مفيش فرقه معينه يعني بشجعها. بره في اوروبا يعني؟ ما فيش. انت الاهلي وبس. دي احسن حاجه. تمام. فكنت انا اختي كانت تلعب باسكت وهي بتروح تتمرن. انا باخد مثلا كره قدم بنططها بشوط على الجون اي حاجه. فكانت مثلا هي بتروح تشرب اي حاجه انا اخد الكره واقعد اشوط. هي ايوه في الدرجه الاولى؟ لا هي سافرت تلعب في فرنسا دلوقتي. ما شاء الله هايل. ف من ساعتها بقى يعني قالوا لي تعالى جرب العب باسكت وكده. جت كده يعني صدفه بالظبط بسبب اختك. هايل. قول لي بيعامل ملك ازاي؟ والله بحبه جدا. قول لي هو بيعامله لك ازاي؟ مش هو كابتن فرقه؟ لا بس هو انا في الاول انا ما لحقتش يعني مالك. اتمرنت تقريبا معاه تمرينتين. كنت بلعب كان في الاول اول سنه كنت بلعب بطوله افريقيا. وبعدين لما رجعت لعبت مع الدرجه الاولى فما لحقتهمش قوي. فما شفتش طريقه المعامله قوي. ما لحقتش طريقه المعامله. عمرو قول لي اي تيم لازم ينجح لازم اللعيبه كلها تكون متالفه مع بعضيها. طبعا لازم يكون في روح واحده اصلا في الفرقه عشان نكسب. تمام. لو كان في حد مثلا روحه مش حلوه يبقى طبعا الفرقه فيها دروب كبير. بس انا النادي الاهلي طبعا متعود ان الفرقه بتاعته طبعا كلها فيها روح. فده فضل ان احنا كسبنا يعني الحمد لله. تعامل الكابتن علي هاشم معاكو شايفه ازاي؟ الكابتن علي هاشم بيعاملنا زي اخواته الصغيرين بالظبط. فاول بيقفش عليكوا صح؟ طبعا بيقفش. قول لي. الكابتن علي هاشم مرنا من بقاله سنتين معانا. من السنه اللي فاتت هو كويس يعني مرنا كويس عشان كسبنا البطوله. هو كويس ولا هو مرنا كويس؟ مرنا كويس. بس هو الاثنين صح؟ عشان انا عارف يعني. قول لي يا مازن الماتشات بقول لك الصعبه كان ماتش الجزيره. ايه الماتشات الثانيه اللي كانت فيها مشاكل بالنسبه لك؟ في ماتش من الماتشات حسيتوا ان انتم ممكن ما تكسبوش الماتش ده؟ والله الحمد لله احنا ما حسيناش في ولا ماتش. كان الماتش اللي قبل الجزيره كان ماتش مهم يعني. احنا للاسف السنه اللي فاتت خسرنا من فرقه الجيش فهم كانوا معنوياتهم مرفوعه طبعا الماتش ده وكانوا نازلين الماتش واخدين ثقه كان ممكن يكسبون. بس الحمد لله من اول خمس دقائق في الماتش احنا فرقنا عليهم جامد وعملنا ديفنس كويس. هو ده يعني كان دايما كابتن كان بيقول لنا كابتن علي هاشم بيقول لنا اللي بيعمل فينس هو اللي بيكسب. والحمد لله قدرنا نعمل ديفنس كويس وكسبنا يعني يعتبر كنا الماتش كان خلصان من اول شوط. بس كده عمر. بس كده عمر. اي فرقه وهي رايحه ماتش بتحضر الماتش اللعيبه مش كده على كابتن علي هاشم المدير الفني لكن اللعيبه مع بعض بتقولوا ايه لبعض قبل الماتشات؟ نقعد نقول ان احنا يعني احنا متعودين على المكسب ومش هينفع نخسر اي ماتش. حتى لو لا قدر الله حصل وخسرنا لازم نعمل اللي علينا ونلعب رجاله. وما يتقالش علينا ان احنا يعني فرطنا في الماتش بسهوله. وبنقعد بقى نشجع بعض اللي هو انت هتلعب كويس وانت كده يعني كده. عمرو قول لي لما تروح البيت لعبت ماتش وحش او لعبت مش كويس كابتن عايز هرم بيقول لك ايه؟ بيقعد يتكلم معاك في الباسكت ولا سايبك يا كابتن علي هاشم بصراحه؟ لا طبعا بيتكلم معايا في الباسكت. بيديني يعني بيقول لي انت المفروض مثلا تعمل كذا غير كذا عشان ما يكونش شكلك وحش في الملعب. بيديني بعض التعليمات كده عشان
سؤال عادي يعني. بقى لو كابتن علي قال لك تعليمات وبو قال لك تعليمات هتنفذ مين؟ الاثنين طبعا. وانت مازن ايه؟ نفس الكلام؟ انا اكيد طبعا نفس الكلام، بس طبعا يعني بس انت عندكم الاسره كلها، انت عندك اختك بتلعب في الدرجه الاولى مظبوط، وانت واخوك بتلعبوا في الباسكت تمام، يعني كلها باسكت. كابتن ياسر ماما المظلومه في البيت ده صح؟ ماما لعيب باسكت؟ لا ماما مش بتلعب باسكت، بس يعني مامتي طبعا بتبقى واقفه معايا. طب قول لي بقى الحوار في البيت شكله ازاي؟ والله يعني احنا دايما يعني بابايا كان معودنا زمان بمثل لو حد فينا لعب ماتش حلو كده بنقعد كلنا يعني بعد الماتش نقول له اه انت لعبت حلو لعبت وحش، او لا يعني حتى لو لعب وحش بابايا بيصحح له مثلا الحاجات اللي المفروض يعملها على حسب خبرته طبعا، يعني بيبقى عنده خبره يعني من زمان اكيد طبعا، فبيقعد يقول لنا لا انت المفروض كنت تيجي كده، لا المفروض تبقى المفروض كنت تعمل كده، ولو لعبت وحش بيصحح لك الحاجات اللي المفروض تعملها. بصراحه ما بيزعلكش؟ هو اكيد طبعا بيزعلنا كلنا. كمان وانت مالك؟ هو كان يعني جه في سنه من السنين كان بيمرنا فيها كابتن ياسر، اه وفي السنه دي برده في بعض التمارين بيمرنا فيها وكده، اه فبيقف لما يقف يشتغل معاك، فهو عارفنا من واحنا صغيرين، فعارف كل واحد طريقه لعبه وايه الحاجات المميز فيها وكده، فبيقعد برده يشجعنا. عمر قول لي، في دراسه وفي تدريب، وانت عايز تحقق توفق ازاي بين كل الاوضاع دي؟ والله في الدراسه يعني الموضوع صعب بصراحه يعني. ليه صعب؟ عشان انا في الباك في الفرنش، فانا مثلا نص الايام بخلص الساعه 5 ونص مدرسه، هايل، بطلع التمرين مثلا بيبقى الساعه 6 ل 9، بتنقل من المدرسه على التدريب على طول لوحدك؟ اه على طول. فهو الموضوع بيبقى صعب يعني، بضطر اسهر مثلا بالليل عشان اذاكر، او ساعات ما بذاكرش. بتفضل المذاكره ولا الاحتراف؟ بصراحه انا كعمر ايوه الاحتراف طبعا، البيت لا. بس لا يعني انا بفكر فيها، لا هم كلامهم صح يعني، انا ببص اللي هو دلوقتي بس، هم بيبصوا للمستقبل يعني، وهم برضو اكيد عايزيننا بقى احسن يعني. بس برضو اللعيب لما بيحترف وبينبغ في لعبته بيختلف كتير في الحياه يعني، تفرق معايا يعني. اه بصراحه اه يعني، بس الدراسه برضو اصل في الباسكت هيجي سن وهتبطل لعب. انا معاك، هتعمل ايه بعديها بقى؟ هتعمل اكيد معاك شهاده، ما تقدرش ما تخش. ايوه بالظبط، صح. تحاول توفق بين الاثنين. احاول توفق ازاي عمر؟ طبعا انا ثالث سنه. حلو قوي، حلو قوي. اه فانا بخلص دروسي، اخش اذاكر. تعالى اخش اذاكر، اخش اذاكر صح؟ اه بخلص دروسي واطلع على التمرين على طول زي ما عمر قال كده بالظبط. فبحاول اوفق بين مذاكرتي وتمريناتي، بيبقى عامل فترات في اليوم، فتره تمريني وفتره مذاكرتي، وبحاول يعني اعمل اللي عليا. بتحاول؟ اه. لكن شايف ان الدنيا صعبه بين الاثنين؟ اكيد طبعا. اه اكيد. اه مفيش وقت مثلا ادي مجهودي او ادي مجهودي لوحده، لازم اوفق بينهم. عمر قول لي، في الماتشات اللي انتوا لعبتوها في الاخر في الفاينل، لعبتوا ست فرق، الجزيره، الجيش، مصر، تامين الشمس، مدينه نصر، مظبوط؟ تمام. ايه من وجهه نظرك اصعب ماتش عدى بيه؟ كان ماتش الجزيره. ماتش الجزيره. ليه؟ اشمعنى ماتش الجزيره؟ لعبت الجزيره فريق كبير اكيد، لكن اشمعنى ماتش الجزيره كلكم تاكين عليه؟ هو ماتش الجزيره كان من اول ماتش ماشي بوينت هنا وبوينت هنا لغايه مثلا الكوارتر الثالث، عليوا علينا مثلا 7 و9 بوينت. فاحنا بقى كان فكره ان احنا نعوض ونعمل الكامباك ده، هو موضوع صعب ومحتاج مجهود، ونعمل ديفنس اقوى ونجري عليهم كده. لما طلعوا 6 بونت، كابتن علي هاشم قال لكم ايه؟ قعد يقول لنا لسه بدري في الماتش، وان احنا ان شاء الله هنكسب، وانا برضه قعدت اقول لهم ان احنا هنكسب، انا كنت واثق ان احنا هنكسب الحمد لله يعني. فكنت بحاول اقول لهم يعني ان لازم ندافع كويس وناخد الكره ونجري عليهم، ما نوقفش نلعب 5 على 5 كتير، عشان احنا الماتش ده ما كناش موفقين. فكان لازم نعمل اي حاجه يعني تخلي الباسكت اسهل لنا، بدل ما نقف ونعمل سيستم وكده. اتفكت ازاي؟ فاست بريك بقى. فاست بريك. اه ده اللي هو ده اللي فك الماتش بالنسبه لكم. وعملنا لا والديفنس. والديفنس. كنتوا بتدافعوا ايه ساعتها؟ كنا بنعمل نلعب مان تو مان. زون ولا مان تو مان؟ كنا مان تو مان فول كورت. فول كورت. مع الدبل تيم. الاثنين مع بعض. اه دي الطريقه اللي كسبتنا اصلا. اه هي دي الطريقه اللي كسبتكم؟ اه في اخر دقيقتين كابتن علي هاشم حط ريسك كبير كده. اه. لا احنا اول ما حد يستلم الكوره نعمل عليه دبل تيم. والحمد لله نجحت يعني معانا وكسبنا يعني. قطعنا كذا كوره منه. اه قطعنا كذا كوره منه. عايز اقول كابتن علي هاشم المذيع بيقول ايه؟ انت هتقول انت صح؟ هتقول انا جايبك انت من وسطيهم، قول لي. لا هو مفيش حاجه معينه بيقولها، بس هو يعني هو برده همه طبعا هو عاوز يكسب طبعا، مش عاوز يخسر. اي مدرب عاوز يكسب، فهو
بيزع يعني بيزع بيزع جامد. نزل لنا لعبوا رجاله و كده بس حاجات. طب بعدين بره الهوا بقى نتكلم. نازل قول لي قول لي طموحك ايه في المرحله اللي جايه؟ انا طموحي طبعا ان انا العب فيرست تيم في النادي الاهلي و ان شاء الله يعني لو جالي احتراف او كده ويعني اقدر اكمل مثلا لو عندي منتخب مصر تاني اخش المنتخب. انت منتخب مصر؟ اه. يعني طبعا ده طموحي الاولاني اللي انا العب في النادي الاهلي فيرست تيم. بس الاحتراف هيجي لك ولا تدور عليه؟ يعني انت هتخلق نفسك فرصه ولا هتدور عليه؟ لا انا اللي هخلق نفسي فرصه. هتدور لكن مش هتستنى عقد احتراف يجي لك، يعني انت ناوي تمشي في السكه دي ان شاء الله. احتراف اللعيبه دي حاجه مهمه جدا في الباسكت مظبوط؟ نعرف ان عندكم بنات كتيره محترفه بره في الباسكت بالذات صح؟ اكتر من الاولاد. لا احنا عندنا مثلا عندك يوسف معداوي وانت بتقول في يوسف معداوي وفي محمد توجي وفي مؤمن موسى. كويس. وفي بقى يعني في الاجيال الاكبر مننا في ثلاثة أربعة تانيين مثلا. طموحك ان انت برضو تطلع على الاحتراف؟ هي من الحاجات اللي انا بفكر فيها بجدية يعني. بجدية؟ يعني ناوي ان شاء الله تكمل النادي الاهلي وبعد كده تطلع لبره؟ اه ان شاء الله يعني. عمر ممكن تلعب لاي نادي تاني في مصر غير النادي الاهلي؟ عمر لا طبعا. لا احتراف برضو؟ احتراف ممكن بس جنسية امريكاني؟ قول لي ناوي تطلع على امريكا فعلا؟ بس لو في عقد احتراف طبعا مش هطلع مره واحده كده لازم يكون في عقد احتراف. سكولارشيب؟ سكولارشيب هطلع زي اللعيبه التانيين زي يوسف معداوي موسى وتوبجي بالظبط. ناوي؟ ان شاء الله. قول لي عندنا كده خلصنا بطوله الف مبروك عليها قفل التاريخ دخلنا في البطوله الاهم الجمهوريه. هنبدا يوم الاربعاء الجاي. مع مين هتلعب؟ معانا لسه الدور التمهيدي فبيكون معانا فرقه لسه شويه يعني زي كبسي وهيئه القناه وفرقه من الشرقيه كده ثلاثة. قول لي نظام البطولة ايه يا عمر؟ هو في الأول تقريبا في ست مجاميع خمس فرق كل مجموعة وبعدين أول ثلاثة بيتأهلوا بيبقوا مش ثلاثة في خمسة 15 تقريبا بيبقوا 15 في مجموعة بتبقى في كذا يعني بيبقوا بياخدوا خمسات بعد كده وياخدوا أول اثنين ستة لا بياخدوا ثلاثات بعد كده بياخدوا اثنينات ستة بيلعبوا دورة مجمعة. شايفين مين الفرق بتنافسكم يا مازن في الدورة دي؟ والله التنافس هيبقى في بطوله الجمهوريه هيبقى اعلى كتير من القاهره. هيبقى مين اللي هيتضاف بره منطقه القاهره؟ هنا الجزيره هنا الشمس الجيش في الجيش معانا لا هيخش بقى مين بقى اسكندريه سبورتنج وسموحه وفي اولمبي اتحاد اسكندري اتحاد اسكندري خرجت خرجت دي مفاجاه ولا ده اتحاد اسكندري مع خلباسكت في مصر يعني؟ والله احنا كانت مفاجاه بالنسبه لنا يعني بس يعني احنا ما كناش متابعين قوي البطوله بتاعت اسكندريه كنا مركزين قوي في بطوله القاهره بتاعتنا فيعني ما خدناش بالنا كان اجواء الماتشات كانت عامله ازاي. بس اسئله سريعه جدا علاقتك ايه بالجمهور الاهلي؟ يعني انا لعبت تقريبا مرتين تحت الجمهور مره كنا في بطوله في دبي وكان في مره في ماتش فيرست تيم من لسه كانش كتير قوي يعني حسيت بيه هو في بطوله دبي كان الموضوع يعني كان اول مره ساعتها وكنا كان من سنتين كنا بنلعب تحت 16 سنه فكنت عايز اعمل له يعني اعمل مجهود ابين لهم ان انا يعني اعمل كل حاجه عشان نكسب وان انا ما اقصرش وان هم يشوفوا يعني ان انا بلعب برجوله في الملعب ويبقوا مبسوطين مني فا يعني انا بحاول اعمل اي حاجه عشان نساعدهم يعني وكده. السوشيال ميديا اخبارها ايه؟ كويس الحمد لله. على طول صح؟ بالظبط. شغال سوشيال ميديا على طول قبل الماتشات بتعملوا ايه؟ طبعا قبل الماتش هنركز قبليها طبعا ففي سوشيال ميديا قبل الماتش. قبل الماتش؟ مفيش. مفيش. كابتن علي مانع ولا انتوا بنفسكم؟ لا ما لازم كل واحد قبل الماتش لازم يخش جيم الماتش المود بتاعه فلازم يركز فيه. فمفيش سوشيال ميديا يعتبر يعني مفيش سوشيال ميديا يعني كلمتين دول قدام الناس ماشي. مازن كلمه اخيره للاسره لان اكيد هم اتعبوا معاك كتير تقول لهم ايه؟ بحب اشكرهم طبعا وبشكر والدي اهم حاجه لان هو يعني مرني كويس وطبعا بشكر كابتن علي هاشم وبشكر مامتي واخواتي واقفين معايا طول البطوله اللي فاتت دي وكانوا بيجوا معايا وشجعوني وبيوقفين جنبي دايما يعني ان شاء الله. تقول لعيبتك ايه عشان بطوله الجمهوريه اللي جايه؟ انا طبعا بنتكلم كل ماتش قبل الماتش بنبقى بعمل اجتماع انا وبودي وطبعا كلنا بنبقى مع بعضينا ويعني ان شاء الله ان شاء الله نكسبها
وبس. تمام يا كابتن عمر، تقول ايه للاسره الكريمه؟ انا احب اشكرهم جدا ان هم بيساعدوني في كل حاجه، وان هم بيشجعوني ايا كان يعني في الدراسه او في الباسكت، وان هم عايزين يشوفوني احسن حاجه، احسن واحد يعني. فبشكرهم على مساعدتهم ووقوفهم جنبي يعني. توعد جماهير النادي الاهلي بايه في المرحله اللي جايه؟ ان شاء الله نكسب بطوله الجمهوريه وما نخذلهمش، ونفضل نساعدهم على طول يا رب. ختامها مسك كابتن عمر. كابتن عمر معلش، هي جايه معايا عمر اليومين دول. ها تقول ايه؟ الاسره ولا الجمهور؟ الاسره طبعا رقم واحد طبعا. طبعا الاسره ليهم فضل عليا كبير، وانا بشكرهم جدا ان هم وفقوا كل حاجه بين الدراسه والباسكت اللي طلعوني. ماما مش بابا؟ لا الاثنين. انا اللي عارف. انا اللي عارف بابا ماما مش بابا. تمام. تقول ايه لجماهير النادي الاهلي؟ لا ان شاء الله نركز في بطوله الجمهوريه. احنا يعتبر بطوله القاهره دي صفحه قفلناها خلاص، فنركز في اللي جاي ومش هنطلع اي بطوله بره ان شاء الله. ربنا يكرمكم، وانا من قلبي اقول لكم الف مبروك، نورتوني وشرفتوني. وفي يعني لكل فريق 18 سنه الباسكت بقول لهم الف الف مبروك، شرفتوا النادي الاهلي، لسه مستنيين منكم بطوله الجمهوريه. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل المدير الفني الكابتن علي هاشم والحديث عن بطوله منطقه القاهره تحت 18 سنه لكره السله. رجعنا لكم بعد الفاصل، معايا مدير فني قدير، مدير فني طموح، مدير فني ما شاء الله عليه ألقاب وبطولات كثيرة في السيدات وفي الشباب في النادي الأهلي، وطموحه لا ينقطع ما شاء الله عليه، حد من اللي أنا فعلا بعتز بيهم جدا في مجال كرة السلة. معانا ومعاكم الكابتن علي هاشم المدير الفني لفريق تحت 18 سنة الفائز ببطولة منطقة القاهرة لكرة السلة. كابتن علي منورنا. منورك كابتن هادي، ربنا يخليك بجد. سعيد اللي أنا معاك النهاردة. أنا اللي أسعد كتير، لأن فعلا يعني أنت واحد من المدربين الواعدين، خلينا نقول مش الواعدين، اللي فعلا أسروا الملاعب كرة السلة في النادي الأهلي ببطولات كثيرة. ربنا يخليك كابتن خالد، متشكر قوي على المقدمة الحلوة دي. الله يكرمك كابتن علي. بس قبل ما نبدأ مع كابتن علي أسئلة، لازم أقول لكم كتيبة اللاعبين اللي قدروا يفوزوا بالبطوله مع كابتن علي هاشم. كابتن معانا اسماء عبد الرحمن حسام، بودي حسام، ويوسف محمود، ويوسف معداوي، وعمر طارق، ادم خيري، مازن ياسر ابو الفتوح، وعادل شريف، محمد ايهاب، وعمرو علاء زهران، وزياد حسني، ومالك ياسر ابو الفتوح، وزين الدين طارق، ومحمد حازم، محمد حازم، ادم عمرو، ومحمود محمد، ومهند محمد، وكريم مصطفى، ومحي الدين عبد اللطيف، ويحيى ايهاب عبد المنعم، واخيرا علي احمد حسن. دي كتيبه اللاعبين. مظبوط. خلينا نروح للجهاز الفني بتاعك. الجهاز الفني طبعا بقياده كابتن طارق خيري المدير الفني للجهاز، ومدير قطاع الناشئين القدير، يعني شايل حمل الله يكون في عونه. الاسبوع اللي فات لعبنا الاربعه فاينل. 16 و18 و14 وماتش الدرجه الاولى كابتن طارق رجب طبعا. اللهم لا حسن. الحمد يعني لله كسبنا. الحمد لله دي حاجه جميله. كابتن طارق رجب طبعا. ومعايا كابتن ياسر طبعا ابو الفتوح طبعا، ساعدني السنه دي ماسك هو اتولى القامه في النادي الاهلي شغل البوفيتات. وكنا بنقف مع بعض برده يعني اشتغلنا فتره اعداد احنا الاثنين مع بعض. وكابتن ماجد المسلمي طبعا الاداري الجميل. كابتن ماجد، كابتن ماجد اساسي. طبعا اول واحد. ماجد اول واحد. اول واحد يتقال في الجهاز. طبعا. ومين معاك دكتور؟ معايا الدكتور طبعا، بس ما تنساش حد. دكتور شريف رشيد، والدكتور احمد جمال، والدكتور محمد شرشابي، والعلاج الطبيعي احمد عبد الباسط. قايل ده الجهاز اللي اتعامل معاك وكسبنا بيه منطقه القاهره. مظبوط. ليه الناس شايفه ان بطوله منطقه القاهره صعبه؟ كانت السنه دي طبعا صعبه، ان سافر من عندنا ثلاث اربع لعيبه بروميسنج جدا للدرجه الاولى ومؤثرين. المعداوي سافر سكور شيب امريكا، ومؤمن بقاله سنتين مسافر، مؤمن موسى، ومحمد التوبجي السنه دي. بتصعب من تحت؟ من تحت السنه بيلعبوا معاك؟ هو طبعا مطلوب ان احنا نصعب من تحت، يعني متاح. ما خدتش حد طبعا، كنت واثق في فرقتي يعني لحد اخر ماتش، بس حصل دروب كده في بوزيشن معين فطلعنا مؤمن خيري. العلاقه بينك وبين كابتن طارق خيري، اكيد انت المدير الفني تحتيه على طول في الفريق،
العلاقه ازاي بتطلعوا اللعيبه لفوق او العلاقه ايه بينك وبين كابتن خير؟ مفيش طبعا، ده طبعا انت عارف النادي الاهلي الاولويه طبعا للدرجه الاولى، فاي لعيب بيطلبه في اي وقت بيبقى موجود طبعا جهد. مفيش انا عايز كذا. فكرتني بحاجه بما قلت النادي الاهلي، فكرتني بحاجه عايز اسالك عليها. لما جالك عقد السنه دي في اول السيزون في النادي الاهلي، جالك عقد بره، جالي سموح، جالك سموح رسمي، سموح بنات وفريق اول، قعدت في النادي الاهلي؟ قعدت. ليه؟ بصراحه عايز اطلع اللي جواك، عايزك تقول الحقيقه. عشان ده النادي الاهلي يعني، ما فيش، هو كابتن خطيب قال لي عليه ما فيش، مش هتمشي، هو كابتن رؤوف خلاص. وانت عشان ابن النادي فخلاص تنازلت على حاجات كتير. طب الموضوع منتهي. كابتن رؤوف الاول قلت له طب معلش هحاول محاوله مع كابتن خطيب. الناس كلها يعني كلمت كابتن عمرو، كلمته وكلمت كلهم عايزين يقعدوا. كلهم كله عايزك. مفيش، لا خلاص، هي لا ما ينفعش. ما حاولتش تعمل حاجه؟ لا خلاص الموضوع منتهي. وكملت وركزت وكسبت؟ طبعا الموضوع منتهي خلاص، ما ينفعش. مع ان رقم الفلوس انا عارفه كان رقم مختلف جدا. زياده جدا. زياده. لكن ما فيش خالص. ده النادي الاهلي، ده النادي الاهلي، ده النادي الاهلي، ما ينفعش. رجعنا لورا شويه، و19 سنه تدريب في النادي الاهلي، منهم بره النادي الاهلي. اشتغلت في كان هليوبلس، فيه سبورتنج، سموحه، ومنتخب مصر. لازم اقول لك ايه الفرق بين بره وبين جوه. كابتن خالد اللي ما اشتغلش النادي الاهلي ما اشتغلش الرياضه، قسما بالله. انا ولا عشان على الهوا ولا عشان انا عارف بتتكلم بصراحه جدا معايا، انا عارف. مع احترامي الكامل الكامل لكل الانديه اللي انا اشتغلت فيها، وناس محترمه جدا جدا، ومجلس اداره على اعلى مستوى. بس النادي الاهلي مختلف. النادي الاهلي مختلف كل حاجه يا كابتن خالد، سيستم ونظام وكل حاجه، كل حاجه. مع انك انت بتقول ان كل الناس اشتغلت معاهم ناس كويسه جدا جدا، لكن لما بتخش النادي الاهلي لا، مختلف. داخل البيت عندك مختلف. انا لما بروح النادي يوم في حاجه، في حاجه. لو معدي بعربيتي بالليل وما دخلتش وانا اجازه ورايح مشوار وبتاع، لازم اخش. لازم لا لازم اخش. ما اخش الصاله، اخش جوه، اقعد في التراس شويه بتاع، لازم. حتى لو ما عنديش حاجه جوه، ما عنديش حاجه، هخش النادي. اخش النادي طبعا، اروح النادي الاهلي ده. طبعا مختلفه. لا في يعني زي ما بيقولوا كده، انا بقولها في يعني ادمان. النادي الاهلي ادمان والله يا كابتن، والله العظيم ثلاثه، والله العظيم ثلاثه. القصه مختلفه. اللي ما دخلش النادي الاهلي وما اشتغلش في النادي الاهلي رياضه، ما مرنش بره وما لعبش في النادي الاهلي خالص. لا 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 لا. علاقتك ايه بجمهور النادي الاهلي؟ جميله. تحبوا يملى الصاله؟ طبعا. رايك ايه؟ مفتقدين. طبعا جدا مفتقدين. يعني البطوله زي اللي فاتت دي، واحنا ناقصين الثلاث لعيبه التقالات دول، لو معانا جمهور النادي الاهلي ده كان الجيم عشرت الجمهور. وانت مدير فني للفرقه؟ طبعا. الوضع كان ايه بالنسبه لك؟ بيحرك الصخر؟ يعني بقول لك، يعني الجيم طالع باسكت وبتاع، احنا فنيا على الورق والقلم المفروض ده 20 بونت. لكن طلع 2 بونت. طلع باسكت في الاخر. طلع باسكت في الاخر. باسكت. وال 18 دول بتوع الجمهور. طبعا. تقول لهم ايه؟ بقول لهم طبعا وحشتونا، ونفسكم ونفسنا ترجعوا. وان شاء الله اتحاد الباسكت عمل خطوه كويسه جدا، هي ناقص بس حاجه بسيطه على الموافقات الامنيه. يعني ان شاء الله هنشوف الفاينل فور ان شاء الله بصاله تتملي تاني. تتملي تاني؟ ان شاء الله باذن الله. بس في قله عايزينها، بس تهدى على النادي الاهلي شويه، صح؟ طبعا لازم. يعني خلينا نتكلم بصراحه، لازم يهدوا طبعا. لازم يهدوا عشان خط النادي الاهلي، وعشان خط ايه رايك لما هم يخشوا؟ دي مبادره دايما بقولها لهم هنا في القناه، لو دخلوا شجعوا النادي الاهلي بس، مالناش دعوه باي حد تاني، بس خلاص مش عايزين اكتر. الموضوع هيختلف معاك؟ طبعا هيختلف. طبعا احنا مالناش دعوه بغيرنا يا كابتن خالد، صح؟ مالناش دعوه، احنا في حته والناس كلها في حته. بعيد، احنا بعيد عن الناس خالص. سيبك من الكلام اللي بيتقال ده، احنا ما فيش مقارنه، مع احترامي لكل. احنا ليه بننزل المقارنات؟ بالظبط. احنا اللي بندخل نفسنا في المقارنه. طبعا بنصغر نفسينا، ما ينفعش، ما ينفعش نصغر نفسينا مع ناس يعني مع اي حد. مع اي حد. يعني خلينا نتكلم على كل الانديه باسلوب، مع احترامي الكامل ليهم، مع احترامنا الكامل ليهم. بالظبط. احنا شايفين نفسنا في حته مختلفه تاني خالص خالص. ولما تطلع بره تشوف الكلام ده بره مصر. انا اشتغلت في القادسيه سنه بالظبط، 10 اشهر. يعني كنت اول مدرب يخش نادي القادسيه من النادي الاهلي. قالوا احنا عمرنا ما جبنا حد بس عشان خاطر النادي الاهلي، بس عشان خاطر النادي الاهلي، عشان الاسم، عشان الاسم. حاجه جميله، حاجه رائعه. خلينا نخش في اجواء البطوله. يلا بينا. الماتشات مشحونه جدا. جزيره جيش خسرانين السنه اللي فاتت، الولاد بيقولوا ان هم كان عندهم شد وجذب في ماتش الجيش. كان عندنا مشكله في ماتش الجيش، ان ماتش الجيش السنه اللي فاتت خسرناه في بطوله الجمهوريه. كان الماتش الثالث، كان الماتش الثالث، فكان مطلوب مننا ان احنا نكسب الاتحاد ثاني يوم. الاتحاد كانت فرقه قويه جدا جدا. كسبنا الاتحاد، وبعد الاتحاد كسبنا الجزيره،
ولعبنا ثالث يوم ماتش فاصل مع الجزيره. فعندنا مشكله مع الجيش اللي احنا نفسيا كانوا هيضيعوا مننا البطوله السنه اللي فاتت. فعلا. بس انت كسبت. الحمد لله. يعني الحمد لله. كسبنا الاتحاد وكسبنا جزيره ماتشين ورا بعض. يعني كان مطلوب مننا نكسب الاتحاد ونكسب الجزيره ماتش عشان نلعب الفاصل. بتقولي الاتحاد منافس قوي جدا ودي حقيقه، اتحاد معقل من معاقل كره السله الاساسيه في مصر. السنه دي بره بطوله الجمهوريه. الجيل ده مش موفق، الجيل ده يعني عندهم مشكله في الجيل ده اللي هو 2001 2002 عندهم مشكله معاه. يعني مش موفقين فيه. مش موفقين. الكامباك في الباسكت صعب، مش اي حد يعمل كامباك في الباسكت. مظبوط؟ ما عدا لعيبه النادي الاهلي. عجبتني. خسرين 7 بونت في 3 كوارتر، مظبوط؟ لا 7 بونت فاضل 4 دقايق كمان. 4 دقايق، ده بنتكلم على اخر كوارتر كمان. اخر كوارتر. ورجعتهم في الملعب ازاي؟ ريكو. قلت لهم ايه؟ عملت ايه جوه الفرقه؟ بص كنت خلي ده الجيم ده ما تهزتش لحظه. وانا كنت حاسس انت ممكن. لا 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 مش هنخسر. قلت لهم بس نطلع بونت. لو طلعنا بونت هناخد الجيم ده. قلت لهم الجيم ده على رقبتنا اللي هو يضيع. هو كان حصل لغط كده قبلها بيوم وبتاع وعلى السوشيال ميديا وشتيمه وبتاع. قلت لهم قلت لمازن على الجروب محدش يرد. احنا هنرد بكره في الجيم محدش يرد. بيحصل لغط بين اللاعبين ولا بيحصل لغط بين الجماهير؟ لا لا اللعيبه ده سن صغير وبتاع، نادي الجزيره ما لهوش جماهير قوي يعني. يعني ما فيش يعني. بيروشوا على بعض. فقلت لهم محدش يرد، احنا هنرد بكره. بس. هو احنا هنكسب واحنا مش عارف ايه، انتوا ناقصين كذا وناقصين كذا وناقصين كذا. ما بس ف هناخد الجيم يعني اخدته. الحمد لله توفيق ربنا واللعيبه الرجاله كانوا معايا كلهم. طبعا قول لي ازاي اللي بره ال 12 كمان قبل اللي جوه ال 12. ازاي ان انت عندك لعيبه في دراسه وعندك ماتشات وعارف تتمرن كل يوم متواجد كل يوميا يوم. ازاي يقدروا يوفقوا بين الاثنين وازاي انت بتعمل لهم ايه؟ تقول لهم ايه؟ بتغير مواعيد تدريب؟ بتعمل ايه بالظبط معاهم؟ ما احنا متفقين من اول السنه اللي احنا الناس بتوع الثانويه العامه يحطوا دروسهم الصبح واحنا بناخد الميعاد بتاع 9 بالليل يكونوا خلصوا دروسهم كلها ومذاكرتهم وبتاع ونيجي من 9 ل 11 او من 10 ونص ل 12 فدي ماشيه شويه. مواعيد ثابته. يعني كابتن طارق يعني متفاهم في الحته دي بالذات فرقه 18 سنه انهم ثانويه عامه. لما طبعا بيحصل شويه لخبطه شويه كده في مواعيد الصبح وبتاع ساعات بنقبل الاعتذار وساعات ما فيش. ماجد بيعمل معاك ايه في الناحيه الاداريه؟ جميل. ما اقدرش امشي من غيره. بتقدرش؟ لا ما فيش يعني. ما فيش. اشمعنى؟ احكي لنا قول لي. هو احنا الاثنين فاهمين بعض، انا ابص له ويفهم. انا عايز ما بتكلمش. بتتكلموا مع بعض؟ ما بتكلمش، ماجد انا عايز كذا. بس. هو كان شغال معايا كمان يعني ما كنا في الدرجه الاولى في البنات وبتاع. يعني ما بقالنا مع بعض كام؟ 15 سنه. لو كنت مشيت كنت تاخد ماجد معاك؟ يعني انتوا الاثنين محسوبين واحد. يعني كنت هحاول اخده معايا. قول لي ايه العلاقه بينك وبين كابتن طاهر رجب؟ لا كابتن طاهر ده ابويا الثاني يعني. يعني كابتن طاهر من الناس اللي مربياني في النادي الاهلي ومدربي واستاذي و جميل كابتن طاهر جميل. خليك كده على البابا الاولاني حاج علي هاشم. حاج هاشم الله يرحمه. الله يرحمه طبعا. حد من مشجعين النادي او من الناس اللي اثروا النادي كثيرا صدقوني انا كنت بنزل اشوفه يعني هو دي روح النادي الاهلي هو بيتكلم بيها مظبوط؟ كان بيقاتل على كل الفرق ويروح كل حاجه وبيتفرج على كل حاجه. كل حاجه. مشجع اساسي للنادي. انا بدون ذكر اسماء يعني في موضوع سموحه ده. حد من مجلس اداره. يعني قال له حاج هاشم كان موجود كنت اخذت الخطوه دي. تخيل. كان الحاج هاشم رحمه الله عليه كان ايه كان ضربك بالنار. قول لي يا كابتن علي منتخب مصر دلوقتي انت ماسك منتخب مصر سيدات 16 سنه بتاعت 16 ازاي بتوفق بين الاثنين؟ طبعا النادي الاهلي ما بتاخرش عن المدربين والمنتخبات طبعا. يعني طبعا الموضوع جه الاول وبتاع وعرضنا الموضوع مجلس اداره وكابتن خطيب ومجلس اداره كله بالكامل اللي وافق. اكيد حاجه كويسه ان المدرب مدير فني النادي يكون هو طبعًا مدرب منتخب مصر طبعا. يعني الناس ما بتتاخرش في قصه منتخب مصر دي طبعا. اكيد. فما فيش يعني انا بنشتغل بناخد كل شهر كده حوالي 5 ايام هنا في اسكندريه معسكرات مفتوحه لحد ما نقفل بقى ان شاء الله على 20 لعيب نص شهر 4 ان شاء الله بعد ما خلصوا بطوله الجمهوريه. عندك بطوله شهر 7؟ عندي بطوله شهر 7 بطوله افريقيا ان شاء الله. تحت 16 سنه. 16 سنه مؤهله لكاس العالم ان شاء الله. مؤهله لكاس العالم فين؟ لسه مش متحدد. لسه ما اتحددش. قول لي البطوله اللي جايه دي بطوله افريقيا شايف مستوى السيدات فين في مصر؟ الجيل اللي جاي ده كويس، احنا مستوى السيدات وصلنا 5 كاس عالم وخدنا 2 افريقيا. يعني ماشيين كويس قوي، يعني مصنفين في افريقيا احنا ومالي. احنا ومالي اول وثاني على طول، لا احنا اول هم ايه موضوع 3 3؟
3 3 ده اللي هو اللي بيلعبوا 3 باسكت 3 على 3 3 على 3 بالظبط. اه حاجه ستريب بول دلوقتي ليها دوري وليها اولمبياد. بتمرن دي؟ لا ما لعبتهاش خالص. لا ما لعبتهاش. اشمعنى ما دخلتهاش ليه؟ اشمعنى لعبتها وانا صغير ما عملوا كده بطوله في كان في استاد القاهره. لعبه اولمبيه. لعبه اولمبيه دلوقتي طبعا. والاتحاد المصري ماشي فيها كويس قوي يعني. رحاب الغنام عامله فيها شغل 10 على 10 في منتخب مصر وعملنا منتخب مصر ورحنا اولمبيات ورحنا كاس عالم. فعاملين شغل كويس قوي فيها يعني. رحاب الغنام عامله فيها مواعيد نفسها فيها. ليه منتخب السيدات مش زي منتخب الناشئين عندنا او الناشئات؟ اشمعنى بصراحه؟ في رياضه السيدات بصفه عامه والباسكت بصفه خاصه بالنسبه لك. بص يا كابتن خالد احنا برضو المشكله احنا بيطلع بعد احنا بعد بطوله افريقيا او بعد ما بنروح كاس العالم بيطلع لك خمسه سته بيسافروا بره. المشكله دي يبقى دي بنستغلهم ليه؟ ما بنعرفش نجيبهم. ازاي؟ المواعيد. المواعيد والجامعه دلوقتي منع. يعني لو بيد بتاخد فلوس لو الجامعه بتديك فلوس ممنوع تلعب. فبنعرفش نجيبهم يعني. عندنا خمسه سته بره لو جم البطوله مع كابتن ايهاب الالفي ان شاء الله السنه دي لو جم هنوصل مربع. نوصل مربع يعني. في خمسه سته بره عندنا مروان ورنيم ونادين السلعاوي وهاله كانت لسه راجعه لنا وساس وفي خمس ست بنات هايلين لو كابتن ايهاب والاتحاد قدر يجيبهم البطوله الجايه هيفرقوا معانا جامد. يعني هي المشكله المواعيد. المواعيد مع ان انا لقيت لاحظت يعني في المده دي او في لما تبحرت في الباسكت ودخلت فيه لقيت ان عندنا محترفات كتيره بره مصر. يعني عندنا جيل نقدر نجيبه. عندنا خمسه سته هايلين. هايلين هايلين. انت شايف ان ممكن يرتقي المستوى العالمي ننافس عليه مش الافريقي بس بصراحه؟ هتبقى صعبه شويه. ليه؟ هتبقى يعني هنروح احنا بنروح كاس عالم يعني ايزي بنروح كاس عالم مستريح. يعني احنا المنتخب اللي فات كنت انا وكابتن هيثم اول منتخب بنات يعني خدنا ماتشين خدنا ماتش سوري اول بنات ياخد. بس الناس بره بقى كانت خالد يعني انت من احسن 16 فرقه في العالم. يعني ما الوضع ان الفكر مختلف يعني اللي ما لعبش كاس عالم ما لعبش رياضه. اكيد انا معاك بس احنا عايزين نشوف منتخب البنات بما ان في لعيبات محترفات يكون بيلعب. الجيل ده الجيل ده اللي موجود لو كابتن ايهاب وكابتن محمد عبد المطلب ورحاب الغنام قدروا يجيبوا الخمسه سته البنات اللي موجودين بره السنه دي في بطوله افريقيا هنروح المربع. مربع هنروح المربع في افريقيا. وممكن قلت مربع بطوله العالم ده. لا لا مش قوي كده. لا لا مش قوي طبعا يعني قدامنا شويه. قدامنا السنتين بالظبط. هرجعك تاني هسيبنا شويه منتخب سيادات وارجعك تاني للنادي الاهلي. يلا بينا. عندك بطوله جمهوريه. قريب يوم الاربعاء مسافرين الشرقيه تصفيات. المنافسه شكلها ازاي؟ لا المنافسه هتبقى في بطوله الجمهوريه اصعب من المنطقه ان هيبقى في ست فرق كويسين. اهلي زمالك جزيره سموحه. الزمالك بيخش لك مش في منطقه خالص. الزمالك بيخش لك منطقه الجيزه. فبيخش بطوله الجمهوريه. بيخش ده كده الزمالك دخل. مين تاني يخش؟ انا توقعي طبعا هو لسه في احنا لسه هنصفي وبتاع بس توقعي يعني الست اللي هيروحوا ان شاء الله اهلي زمالك جزيره اولمبي سموحه سبورتنج. ثلاثه اسكندريه ثلاثه القاهره. المنافسه شايفها ازاي؟ ضرب نار. ضرب نار. المنافسه السنه دي اقوى من السنه اللي فاتت؟ في لعيبه في فرق دعمت؟ لا ما فيش فرق دعمت بس النادي الاهلي نقص. احنا نقصنا. يعني انا فرقتي ناقصه. تمام فرقتي ناقصه بس طبعا وجود اللي انا شفته في الولاد في الماتش الجزيره ما مش قلقان. مش قلقان خالص؟ لا مش قلقان. روح الفرن الحمر. بالظبط كده. هتروح في حته ثانيه خالص. اكيد. قول لي بتتعامل ازاي مع الولاد الصغيرين او 18 سنه وهم خلاص خطوه ودرجه الاولى وفي ناس تلعب درجه اولى؟ في ناس ايه التعامل؟ بص يا كابتن خالد النادي الاهلي واي فرقه في النادي الاهلي انت بتحط رولز الاول. والرولز دي نمشي عليها. ما حدش بيطلع بره الاطار. اللي بيطلع بره الاطار بيبقى في عقاب وفي ثواب. فاحنا حاطين رولز يعني هم مريحيني الصراحه. ما بتغيرهاش؟ لا لا مفيش. ولا تكسرها؟ لا لا ما ينفعش تكسر خالص. ما ينفعش. ما فيش فرق بينك وبين النادي تاني. ماشي. انت واحمد الجرحي حبيبي. الناس حبيبك في العالم. كل الناس بتتكلم عليك انت واحمد الجرحي. الحمد لله. علاقتكم ايه؟ اخوات واصحاب متربيين مع بعض متربيين في نادي في ملعب باسكت. بتتكلموا مع بعض بتاخدوا بعض استشارات فنيه؟ هو واقف ورايا في ماتش الفاينل وانا واقف في ماتش الفاينل او امبارح واقفين مع بعض. وبتسمعوا كلام بعض طبعا طبعا. في حوار وحديث كل يوم مع بعض في تنافس شريف. طبعا هو ده النادي الاهلي. طبعا عايز اخرجك من كل ده وارجعك ادخلك بقى على الدرجه الاولى. قول لي المنافسه ليش معنى الباسكت في السته الكبار اللي بيلعبوا دايما في منافسه شرسه في الباسكت بالاخص في الباسكت. في الباسكت دلوقتي 8 عفوا وفي مصر تامين. مش هقول نادي مصر نادي محترم جدا لكن هو اقل من السبعه الموجوده. لا هو عامل ماتشات كويسه والله يا كابتن خالد. يعني عامل هو لعبه الباسكت على طول في الولاد وفي البنات عندك خمس ست فرق بينافسوا.
يعني انت شايف سموحه النهارده طبعا. انا بس بحب ابارك لكابتن اشرف توفيق طبعا مدرب نادي سموحه عامل حاله بتنسي. كابتن اشرف توفيق نادي الاهلي ابن النادي اكيد كابتن اشرف توفيق بنبارك له على وصوله لدور الثمانيه مع نادي سموحه والمدير الفني لنادي اول مره في تاريخ نادي سموحه اول مره في تاريخ دوري كابتن علي فببارك له طبعا. فكل الفرق كل الفرق مدعمه ووجود الاجانب كمان صعب الدنيا يعني الثمان فرق انت رايح ماتش بتلعب مش عارف مين اللي هيكسب ومين اللي هيخسر ما تعرفش مش عارفين ما تعرفش بس هو عمل حالا هو يكسب ثلاث فرق منهم بيترو اتلتيكو الانجولي طبعا حاجه مفاجاه مفاجاه بالنسبه لي طبعا مفاجاه المستوى مختلف طبعا في ثلاث لعيبه من عندنا من النادي الاهلي موجودين في دياستي واوسي وفتحي بس فتحي عنده اصابه ما سافرش معاه عاملين برضو فرق معاه عاملين طبعا شايف المنافسه في دور الثمانيه بين النادي الاهلي ونادي سموحه ازاي بصراحه لا ماتشين الله يكون في عون اثنين مدربين ماتشين بره الحسابات بره الحسابات تماما الفرقه اللي موفقه خالص لا ما تعرفش يعني ما طبعا خبره لعيبه النادي الاهلي طبعا دي هتفرق والروح والقلب دي هتفرق طبعا دي مدينا ادفانتج هسالك سؤال صراحه وجود الجمهور في يوم دور الثمانيه مهم جدا طبعا جوه ارض الملعب طبعا هيفرق كتير مع النادي الاهلي خالص هيودينا في حته ثانيه طبعا ما عندناش حلول زي بطوله افريقيا بتاع اللي لعبناها من سنتين نفس الكلام الجمهور ديك يعني كنت حضرتك حاضر معانا وشفت طبعا بيفرق 100% جمهور طبعا يعني دور الثمانيه ده دور ما عندكش مش قادر تحسبه لا ما الماتشين ما بس خبرات لعيبه النادي الاهلي يعني معليه الكفه شويه جوه ارض الملعب اللي ده. هيحكم ارض الملعب بالظبط ده كابتن علي هاشم بيقول طموحك رايح لفين؟ في ايه بالظبط؟ في التدريب طبعا طموحي اللي انا بص كابتن خالد انا مسكت مدير فني في النادي الاهلي يعني يعتبر اصغر مدير فني مسك دي حقيقه 30 سنه انا 30 سنه او لا 33 بالظبط ف طموحي اللي انا امسك مدير فني في النادي الاهلي فرقه الولاد او فرقه البنات وامسك مدير فني منتخب مصر بنات او الولاد ايه البطوله اللي نفسك تحققها وانت مدرب؟ بطوله افريقيا الجايه مع الناشئين دي وبعد تكسب افريقيا عايز تحقق بطوله عالم عايز اروح كاس عالم عايز تروح كاس عالم اول وثاني نروح كاس عالم انا عايز اقول لك على حاجه كابتن علي هاشم ما قالش طموحه كله كابتن علي هاشم عنده طموح كبير فعلا هو راجل مختلف تماما كل المدربين الفنيين في النادي الاهلي مختلفين عندهم طموح لا ينقطع طموح عالي جدا جدا كابتن علي الحوار معاك مستمتع جدا بيه والله وانا بس خالد. الوقت بيقطع عليا شرفتني ونورتني ربنا يخليك يا كابتن خالد وربنا يا رب يوفقك في اللي جاي ونتمنى ان شاء الله كل بطوله هنكون معاك وهنتابعك ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك يا كابتن علي ربنا يخليك في نهايه اللقاء بشكر كابتن علي هاشم وبقول ان شاء الله في المستقبل القريب هيعمل بطولات لمصر والنادي الاهلي مختلفه في نهايه الحلقه شكرا والى اللقاء